يعني انت تموتي في الحاجات دي يا سلوى. قوي وانا بحب قوي ابقى معاكي في اللحظات الفولكلوري دي. ايوه ما انا صعيديه بقى. أيوة. دي بلاقي نفسي النهارده الافتتاح مختلف عن كل سنه. بهجه اكتر بجد، بهجه اكتر، مبسوطين. ولا اقول لك ليه؟ عشان السياحه اشتغلت، الناس بتشتغل، الشغل حلو. احنا جينا كان الدنيا مفيش، والحمد لله المهرجان حقق الغرض منه. ده دلوقتي درب وشوشه، والناس من تونس مستغربين من جمال النيل لان السفن منوره. قالوا لي يا ساتر، دي السفن لما كانت مظلمه كان شكلها وحش قوي، المره دي نور وناس. يا رب دايما، يا رب دايما. بصي وراكي كده، شوفي مين وراكي الناحيه الثانيه. الاستاذ حسين فهمي، الواد التقيل، الواد التقيل. اشتغلتي معاه؟ لا للاسف، للاسف. معقوله تفوتي ده؟ تصوري. لازم بقى النهارده في تكريمه لازم تقولي له، ما ينفعش كده. ما يصحش كده، يجمعكم عمل. ضروري ضروري. حسين فهمي يعني حبيب البنات كلها، يعني حبيب الستات والبنات وكل حاجه. كان فتى احلامي. انا اصلي ذوقي مختلف، بحب، انت عارفه جوزي كان راجل اسمر، ده فتى احلامي. جوزي كان فتى احلامي. والله الجوز طبعا هو فتى الاحلام، ولكن نجم الاسمر احمد زكي للاسف. انا اسفه، مع تكريم حسين فهمي بقول لك بحب احمد زكي. هو ما يزعلش، هو كمان بيحب النهارده. تقولي ايه لحسين فهمي؟ اقول له عندك رحله طويله، الرحله دي لوحدها تاريخ لفتره طويله، وكفايه ان السندريلا غنت له يا واد يا تيل، يا واد يا تيل. لا صوتي وحش قوي. لا ما يصح، ما يصح. يا واد يا تيل، يا 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 واد يا تيل، يا 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 مغلبني، يا ده انا بالي طويل وانت عاجبني.